بالنفاحة. أقلك أبا. ها بابا. كابي ترى أنا مليت من هاي المفاحة. جيب لي طوبة بس جماعتي. نجيب لك طوبة؟ إيه. بس خاف تشتاق قلوبة نجيب لك طوبة. لا لا لا. صار هسه رايح تشتري لك طوبة وإيش؟ صار. محمد حمودي 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 محمد ها جبت لك طوبة بس هي مستخدمة من ولا صديقي مال ابنه بعد ما لقيتها وهاي ما لقيت المحلات كلها محزلة وجبت لك هاي الطوبة انا احنا وياك يلا لعبنا شوي وخلينا نروح يلا العب هنا انا عندي شغل رايح لي صح؟ وما اريدك تسوي لي وكاحه يلا هسه حمود شو السالفه؟ كنا نفاقه مرتاحين هسه طوب انت ما تكره ما وراك دروس ابي نفسي انا كملت يلا الحين حتى اللي قاعد يمك ما يعرف يركز بالقرايه خلنا نروح انا نلعب بالديوانيه يا سهدو هسه كربج حاولة بسيطة هسه شو انا ما اقرا والله قل بابا عليك الساعة تجي تطقني حبيبي حبيبي ما تروح للاثر والله قل بابا عليك بس خلي يرجع وبعد ثلاث تجي ورا ما يا روحي انا ابغى احسن ما علي انا جبت له الطوب انا صوج ما خليته بالنفاخ يلعب انا صوج بس مشينا الى انا عاد مشي وهذا هذه يا بابا عمودي عمودي كل شيء هو له وقت كل شيء هو له وقت انت مو طوبة دوم دوم بالبيت الطوبة ما تصير بالبيت ما يصير يلعب انت العصر من يصير العصر عندك اصدقائك وروح العب بالطوبة انت اديت اختك هسه ما خليتها تقرا وحتى دروسه ما يقرأها وصدق انت شو القضية محمد انا هم صوتي جبت لك والله ارجعك على النفاقة هاي اخر مرة اقول لك خوش يلا يلا مشي